النقطة التانية اللي هتكلم فيها، اتكلمت فيها امبارح برضو عن التحكيم، قلت ان الكابتن محمد عادل مش في افضل مستوياته، ولجنه الحكام هي اللي بتحطه تحت ضغط، مش يعني ما ينفعش تعينه المباراه للاهلي وسموحه. انا قلت الكلام ده امبارح بالمناسبه قبل المباراه، بعد خطا كبير هو عمله في مباراه الترجي والنجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا. النهارده مثلا، وهنا انا لا انظر لاي مبررات عشان ما حدش يقول لي انت طالع تبرر، انت طالع مش عارف ايه، لا انا ما ببررش، انا بقول لحضرتك وقائع حصلت. هل كان من المفترض ان يتم طرد احد لاعبي نادي سموحه ولم يتم احتسابه؟ لما تيجي تسال كل خبراء التحكيم يقول لك اه. طيب هل اهدر لاعيبه نادي سموحه وقت النهارده؟ اهدروا وقت كتير جدا جدا جدا. فاللي عايز اقوله لحضراتكم انه في النهايه لجنه الحكام هي اللي ضغطت على كابتن محمد عادل بهذه المباراه. كنت ممكن اديله مباراه اسهل من كده شويه، مع ان مباريات الدوري كلها مباريات صعبه وكل حاجه وزي الفل، كابتن محمد عادل رجل محترم وحكم كويس وكل حاجه، ولكن انا ضغطت عليه النهارده. هو لو الطرد ده كان حصل على فكره، كانت ممكن برضو المباراه تخلص بالتعادل، ولكن كانت هتبقى اسهل شويه من الشكل ده، لانه طرد مستحق، مش عشان تجامل النادي الاهلي مثلا ولا حاجه زي دي ابدا، ولكن انا بتكلم عن طرد مستحق تكلم عنه كل خبراء التحكيم. كل خبراء التحكيم اتكلموا عن هذا الامر. وبعدين في الاخر طلع يدي 4 دقائق وقت ضايع ولا 5 دقائق وقت ضايع. انا لما جينا حسبنا على الوقت الضايع قد ايه؟ لقينا 7 دقائق وكام و50 ثانيه. 7 دقائق وكام و50 ثانيه، فانا ما اعرفش على اي اساس ادى ال5 دقائق. عموما هي مباراه انتهت بحلوها بمرها، كل حاجه فيها كانت صعبه وانتهت. خلينا نركز في اللي جاي، عندنا ماتش يوم السبت ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراه ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه ونعوض الشكل اللي احنا او النقطتين اللي فقدناهم في هذه المباراه. تعالوا نطلع نشوف ماذا قال مارسيل كولر عن التحكيم ونرجع نكمل كلامنا. Steht drin, wenn der Schiedsrichter pfeift, muss ich den Ball liegen lassen. Wenn ich dann den jedes Mal noch wegkicke, ist normal eine gelbe Karte. Ich weiß nicht, ob das besprochen wird. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es hat nichts jetzt nur mit dem Spiel heute zu tun, sondern ich habe das auch im letzten Jahr schon mal erwähnt. Ist dann vielleicht ein bisschen besser geworden, aber jetzt ist eigentlich wieder genau das Gleiche. Gut. في الأول بس ملحوظة عايز أقولها أو سؤال بطرحه، هل رئيس لجنة الحكام البرتغالي هل هو فعلا بيقعد مع الحكام يتناقش معاهم الحالات؟ يعني هل في عملية للمناقشة بينهم أو تطوير أو تحسين؟ أصل الحاجات كلها بقت بتتكرر هي هي، في حاجات قواعد في الكورة واضحة في كل حتة في العالم، معرفش أنا بتفضل هي هي طول الماتش بتتنفس ليه؟ لما لعيب يشوط الكورة وبعيد عن اللعب او كده او يضيع بيها وقت او كده وما ياخدش انذار، انا ما اعرفش ده طبيعي؟ اكيد المفروض الكور دي يتم النقاش فيها. في لاعب النهارده كان المفروض ان هو ياخد كارت احمر، ما فيش. طب ما فيش حد بيتناقش في الحاجات دي، ولا الحاجات دي بتعدي كده، ولا هو بيقعد معاهم؟ لان انا ملاحظ ان الموضوع بدي من السنه اللي فاتت، يعني في اول الموسم كان ماشي كويس، وبعدين حصل تغيير، وبعدين بدات الدنيا ترجع تاني مش احسن حاجه. كان في تحسن طفيف السنه اللي فاتت وسط الموسم كده، لكن في الاخر برضو بدات كده العمليه ما تبقاش احسن حاجه، والسنه دي الموضوع مكمل بشكل باخطاء غريبه جدا ومتكرره. عمليات تضييع الوقت بقت بشكل فج جدا وما بقاش لطيف خالص وهكذا. بس ده نقطه كده في الاول كنت حابب بس سؤال بطرحه كده للنقاش يعني. طيب يعني ده كلام المستر مارسيل كولر، وزي ما قلت لحضراتكم في النهايه هي مباراه انتهت. خلينا نطوي هذه الصفحة تماما وننتظر يوم السبت، أو نساند وندعم فريقنا إن شاء الله يوم السبت القادم في تاني المباريات الإفريقية مع يانج أفريكانز.